لاباس؟ لاباس. قدم لنا روحك. ها امين بوزازي. مرحبا بيك، شلون في حياتك؟ لا باش ما نكذبش عليك، ما بطل عام اليوم. بطل ولا عام اليوم؟ عام اليوم. معناها تلقى خدمة تخت. هاي نورمال. موضوعنا تجارب السجن. الحياة بعد السجن كيفاش تكون؟ حياة بعد السجن تولي العباد تخزلك في خازرة مش هي، معناها مش كما كنت انت قبل، معناتها مريقل وكل شيء. العباد تاخذ لك فكرة اللي انت معناتها مرك حابس داخل خازرة، الحابس مجرم وكا الحكاية هذيك ومدري شنو. يعني هما كان جو مثلا يشوفوه الطفل هذاك ويقعدوا يحكوا معاه، يعني يلقوه ما عندوش بالحكاية هذيك، يلقوه مريقل وعاقل وفي مخه اللي هي شنيا العباد والحاكم. معناتها هذاك ماشي داخل الحبس وخارج ما ندريش شنيا، راهو مجرم ولا. معناها اليوم اللي يدخل للسجن المجتمع ما عادش يرحمه؟ صحيح. بالرسمي والله العظيم، غير ما نزيد عليه. مثالش ننطلقوا من تجاربك الشخصية. تجربتك أنت، قديش أنت من مرة دخلت للسجن؟ السجن برشا مرات برشا. قديش؟ برشا فما قريب 25. والله كما نحكي معك قسم. 25 تجربة؟ قسما بالله. قديش عمرك؟ تو أنا عمري 28. صغير برشا 28. صغير أي وكل شيء. معناها السجن وقتاش دخلت له؟ دخلت له أنا عمري وقتها 15. إصلاحية. 15 سنة. إصلاحية. لا من الإصلاحية تعوجت الحبس. أنت أول مرة دخلت السجن علاش؟ دخلت على السرقة. سرقة. شنو هو وقتها اللي لزك على السرقة؟ أكيد فما أسباب، أنت وقتها عمرك 15 سنة، فما سبب خليك تمشي تسرق. ظروف الدار، ظروف اجتماعية، كواحد دخل معناتها شقلب عليك، ما واحد تبع العباد هكا ولا يحب يلبس ويشي يلبس كل شيء، لازمو يعمل هكاكا، ما يعملش هكاكا يبقى بلاش. أنت سرقت خاطر هكا حبيت تجرب السرقة والانتوراج أثر عليك ولا فما احتياج؟ أنا سرقت على خاطر ما عنديش. شنو سرقت؟ دانا زواوله وما نجمش كما نقولوا نحن باش نطلب من عندهم حاجه ولا حكايه. شنو سرقت؟ والله اول مره في السبيطار تليفون. وكا وتليفون وبعدك. وقتها 15 سنه؟ وقتها 15 سنه. ومشيت للحبس ومشيت للاصلاحيه ومن الاصلاحيه تعديت الحبس. قداش تحكمت فيها هذه؟ تحكمت فيها وقتها 3 شهور. 3 شهور؟ كيفاش عداك الحبس 15 سنة 3 شهور؟ 3 شهور وقت في المحكمة حاشي كان ضربت روحي فاي. كيفاش؟ عديت على روحي. وأنت صغير؟ وأنا صغير. في وسط المحكمة؟ وسط المحكمة ومريض عندي الأعصاب. هكا كيما نقولوا فيها ما شدتش روحي قلت ضربت روحي. منين ضربت روحك؟ في سيدي. وانت في وسط المحكمه منين جايك معناها السلاح اللي انت ضربت به روحك؟ دبرت بوشوشه مع شكون. وعدنا توقيف غادي في التوقيف كيما نقولوا نحن نتلموا مع بعض الناس الكل. برشا نتلموا في البيت وما هما معناها التجارب نتاعك برشا ما نجموش نحكيو على كل تجربه شنو هو السبب نتاعها، ما نجم نسالك شنو هو اغلبيه القضايا اللي دخلت عليها السجن؟ هاي مشاكل مع الحاكم ياسر. مع الحاكم؟ خاطر انا عندي خويا توفى وانا صحيح كنت نعمل في القضايا قبل معناها واحد هكا لقيت خويا توفى ووليت داخل معاهم في مشاكل ياسر حتى تو لتو راه ما تو غزر يدي باش نوريك باش ما نكذبش عليك. غزر يدي تام. شنو هو هذا؟ الزاز هذه مازلت كي روحت انا. انت ضربت روحك؟ اي ضربت روحي ما خاطرني عندي الاعصاب وما زلت كي روحت مشيت لها مع اللوبجي بتاعي ما نجمش نمشي انا وامي يومي مريضه في الدار. انت ما زلت كي روحت من السجن توا؟ اي روحت للتلفزيون. امك مريضه ان شاء الله لاباس لطف عليها. اخر مره علاش دخلت فيها السجن؟ اخر مره الحاكم. قديش بقيت في السجن؟ كل مره كي فيها مره 6 شهور مره عام كل مره كي فيها مره شهر مره شهرين 3 شهور 4 شهور كل كيما نقولوا فيها وقت وقت. نساش نسألك اللي نحب. اي يسأل روحك عاد. معناها وصلت عملت براكاجات. براكاجات؟ لا ما ندرش بها الحكاية هذا نعرف كان نجلد.
الجلدة ليش نيت تسلم علي جوك بيا تخدم كيفاش تسلم علي وينك حومه لاباس جوك ماني ولد حومتك هذا قال لي شيخ عليك هوتك تهز تروح بيا هكا معناها فك السلام هذاك تسليم هذيك تسلم عليه وتهزه معاك تمشي تبيع قهوة ولا الباء اما ما فهمتيش هذي تي ما نحبش نفهمك فيها طالع علاش ما نحبوهم مش يفهمونا خليك مش يفهمونا باش انا اسمع نسى شو صابلك عندي من كيف شو صابلك اربعة تسلم عليه تهزه هو ولا تهز له حاجة انا راني اي صحيح من الزحاج تندم ساعات كي ترجع لوعيك مش تندم بالليل هذا برك تقولي تندم وانت ما عندك شو فلوس مش تندم تي بالعكس بزيد تفرح وتحب تمشي تشيخ في راسك كيما هو ما زاد في بالك انا نحكي الكلام هذا زاد الحاكم يعمل فيها الحكاية هذي انت ما وصلت هكا الا ما فما حاجة ماتت فيك لا غالب شنو هي الحاجه هذي؟ انا معناتها ضلنا كنا نسكن حيط الضامن نقلنا هكا دخلت في ستيريا ما لقيت روحي كما نقولوا نحن نعيش في وسط بلاد لهنا عندي برشا نعيش هنا ومنحب ديما هاكا نجيب انا فلوس روحي وكل ضعت شوي ولاباس الحمد لله. هما العباد اللي يغلطوا كيفك برشا يجي نهار ومعناها ويتوبوا هكا ولا؟ صحيح توب مش ما توب شوفونا بلحظة تحب تحكي معي في أمورك شوفوا نخدم هزوا مثلا شوفوا خدمة نخدموها جونا بها كان نحبوا نعيشوا كل عباد كما أنت تعيش أنا نعيش هذاك يعيش هذاك اللي ما عندوش زوالي زاد يحب يعيش اللي عايشين فيها شكون هم؟ بالك نحن هذا ولا ذاك اللي عايش فيها خويا كل حاكم هذا عايشين فيهم وخويا ولاباس عليهم عندهم الفلوس احنا زوايا ولا ما عندناش ما نجموش نعيشوا هما خويا عندهم الفلوس وعندهم مدري شنو ونجموا يعيشوا ما لقيتش خدمه انت شكون انا بالله يقول لي شكون باش يخدم والا المجتمع رفضك يعطيك هي هي حكي معك صحيح صحيح كلامك اللي حكيته انت تو صحيح يعني فما رفض من المجتمع ما يخليكش تخدم خاطر عندك تجارب سجنيه يعطيك الصحه مثلا انا باش نمشي نخدم نحب ندخل مثلا سيكيورتي ولا يا عفسه يدير ضربات في ديك لا خويا يسيب علينا منه ذا يمشيش يسرقنا ولا هو ما بخاخهم هكاك انت تنجم تكون انسان اخر يعطيك الصحة واما هو ما بقات كوشنا كيما نقولوا فيها هكا شادين المونتاليتي بتاعنا كان شادين عليها مثلا كيما واحد ضرب روحه ذا باش ندخلوا يخدم معي تو يسرقني اي لوجيك نحكي معك ما نخاف من حد وحتى زاد الحاكم نحكي له في وجهه انت ما لقيتش فرصه باش تتصلح فما حاجة يتصلح صلحونا بها وكاو باش شنو تطلب من معني شنو طلباتك بالضبط؟ نطلب من الاخر باش مش نحكي لك نطلب نحب نعيش كالعباد سيبونا برا وعيشوا ما هو الحاكم شنو عم ياخذوا في الجعالة من عند العباد وقت هذاك 10,000 وقت هذاك 5,000 وقت هذاك احنا زوال يشدونا طول عدونا بوشوش هاي ندري شنو تتوقف 5 شهور 6 شهور عام تروح عادي وهما ياخذوا في شعالة راهو نحكي لك انا ما نخافش نحكي معك في الصحيح معناها شنو تطلب؟ معني شنو طلباتك باش تتصلح؟ معني هي اكيد تحب خدمة رانا زوية ولا نحب نعيشوا مع العباد احنا ماذا بين نحبوا نخدموا تشوفوا فينا توا ذايا ولا ذاك ولا انا ولا انا نحبوا نخدموا نحبوا نعيشوا كل عباد جاونا بيه ما عندناش معناتها مشاكل مع حاكم ولا عباد هما واحد شناية ذاك يمشي لابس بلوزون اللي شناية وطحومة شعبية بطل هنا وصل بلاد باش يمشي يسرق لا تبقى خذ انت مونتاليتي كان انت تجي بمخك تاخذ مونتاليتي تقول ولا ذاك راه زوالي ولا كل شيء تنجم انت الوقت هذاك يتهز ويخدم يعمل موضوع شباب هكا يدخلوا مثلا كما نقولوا احنا القهوه اي عفسه هكا معناتها باش يخدم فيها يعيش فيها لهنا ما يخزروا لك شو يخزروا لك سارق وندير شنيا وهكاك ما واضحه هكاك وهي حكايه كما قال لك يحكي معك تقول لا حكايه تصير يلبسوا لك انت تاكل ديما تمشي كان يد عندك عاون ولد حومتك ولا عاون صاحبك تعرف ذلك ما عندكش ليك ربي يا ليتي تمشي طول البوشوش تلقى روحك تحب تطلب السماح من امك على التعب انا اكثر حاجه باش نقول لك عايش اختي باش نقول لك والله العظيم نحينا من كل شيء
احنا اكثر حاجه نطلبها في الدنيا هذه ان شاء الله ربي يخلي لي ميمتي هذيك، امي مريضه نحكي لك انا معناها ان شاء الله ربي يشفيها. مادام وصلت انا في الشارع ونبيت في الشارع راني داخل بعضي على الاخر. تحب تطلب منها السماح ولا؟ نحب نطلب السماح، امي هذيك اللي جابتني قبل الناس الكل. خاطر الوحيده اللي باش تزورك ديما هي امك. هذيك هاي.